وإذن يكرهوني أكثر ما هن بيكرهوني. بس بيني وبينك معه الحق يكرهوكي. يو ليش بقى شو عملت لهم أنا؟ لأنك أحلى منهم كلهم. مين اللي مزعلك؟ مو مشكلة سيدي، أنا ما بدي مشاكل الله يخليك. بوران ما؟ مين ما كانت تكون الله يسامحها، مو مشكلة، مهم أنت تكون رضيان عني سيدي. بس أنا ما بيهون علي تنضامي وأنت عايشة عندي. الله يخلي لي إياك يا تاج راسي، طول ما أنا عايشة بكنفك ما بيهمني شيء، لأنه إش كان قلت لك بده يصير مشاكل وبدهم يحطوا حطاطي وبدهم يكرهوني أكثر ما هنن بيكرهوني. بس بيني وبينك معه الحق يكرهوكي. يو ليش بقى شو عملت لهم أنا؟ لأنك أحلى منهم كلهم. الله يجبر بخاطرك مثل ما عم تجبر بخاطري. ولك أنا ما عم بجبر بخاطرك. أنت قولي لي شو عملت معك بوران؟ لشوف إيش كان خرج جاهزية ولا مرق لي إياها هالمرة؟ بدها تقصر لي شعراتي. ليش شعراتك طوال؟ إيه شعراتي طوال. يرحم عيون ستك ورجيني اياها. ما بيجوز سيدي حرام. نعيما تقبرني. الله ينعم عليكي. جميلة؟ جميلة؟ ايه عمتي؟ الحقيني على اوضتي، في شي لازم لك اياه. عم نبهك لبقى جاري ابي وتحطي عينك بعينه. لك عيب، ابي اكبر من ابوكي. خولة لبقى تتدخلي بشي ما بيعنيكي. ها هلا اولادي صاروا شي ما بيعنيني؟ لا يا نزير، بعدين انا مالي جقرة، أنا بتطلع فيه لأنه العين مغرفة الكلام، وإذا ما تدخلت بولادي مين بدي أتدخل؟ آه قصة ملك عربي قصة ميؤوس منها، هذا أبي وأنا أكثر واحد بيعرفه. ماشي